السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنه تكونوا في أحسن الأحوال. الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف كانت وأحسن. وشكر خاص للناس اللي كتاخذ من وقتها وكتخلي لي التعاليق الجميلة اللي كتدل على قلوبكم الجميلة والرائعة. شكرا لكم حبيبي، كتير كتير كتير، ربي ما يحرمنيش من طيبة قلبكم. كيف كتشوفوا حبيبي؟ اليوم الشتاء وما عندنا فين ندورو على برا، غادي نمشيو ندورو في المحلات. اليوم غادي نديرو دورة في اكسيون وفي جيفي وفي ستوكوماني، غادي نشوفو الجديد في الديكورات. المهم اللي ما شريت نزه. يلا نخليكم حبيبي مع الفيديو وفرجة ممتعة.